الحمد لله رب العالمين مدحوينها دولة قلب دوك مدونة أحمد عبدي كاري غرغور وزير دولها مدحتويدة في صوماليا مدونة عبد القادر شغالي إبراهيم بغدادي وزير دولة قلب دوك حلبانة دولة قلب دوك أقاسمها تعلين تسرى وسارد وحبرشة صوماليا قدوميها تام عدة أمدة صوماليات مدونة بروفيسور محمد أحمد جمعالي مدوغة جامعاتها الصومالية حمنها كسعودة قدوم ياشا يمسوليين تجامعاتها الصومالية كسعودة وكمديهين جامعات السمت جامعات بنادر جامعات الجزيرة جامعات الجمهورية جامعات الصومالية انترناشنال يونيفرسيتي جامعات إمام الشافعي جامعات صفانة جامعات الضاها جامعات بلاسما جامعات قالكعيو وأه جامعات كوبادي قلم ذلوه أساسي عن الحياة نوا جامعات لباترونتي جامعات كولن لما انتين سو دوادا وحان كلو ما هاد علينيا رنتي وحويان وحان روا انا ما هاد علينتو كبلاو مدحوينها دولد قلمدوك وانا ديه كرنو حقيقة دير رنجلين مدو اوينيت ايو نسيي اصغو وقت آدي آد افرا بدن قلي جامعات ان اللي هير قليو واي تسارا اي كبتا هاي انو قلبتي حرق تري جامعات وحارونتا دقمدا قرعي لغا هير قلي عاونا وقت ولا قادنا يفرطان كي أمد هفر كي تام عدا تاس وحي موجنة سهرنتي إن مدحوينها أي كجو أنت هاي إن الحرم بري أرمها برشدة مدحوين آدي آد أم حسنت هاي إلى هنا كعبال مريو وحن كلو أم هاد علينيا وحن كلو أم هاد علينيا مرت شرفت ما لا آدي آد وفنت ودير نوقت ميت أنا ليه كرنا أنت عن رح برشدة أنك سو شغيني مسؤولين هير كان لا يجمل سويه ماذا رنت ولي كم غيب قلين وحد معرفة دريميسا إني عني كام عدا عن الحياة أي نصيب آدي أثنت وين أي رتي وأيو كام عدا يدلك أوصى مين تبناي مدى حوينه دولة الجل مدو سياسين وكمدي هاي وسير كي إنه هري أريمة جودها الصومالية إن عبد السمد مع المحمود يو معرفة هاي كمال جوتالي وأح سياسي في الجل مدو إني يعني معرفة هاي إن رتي بدن للجلي كام عدا تحسن أي أهر سيد دونتو تام عدان إني سئادي أضفض رغاق دونته وأيو عنو بمرق ودشوا هرك ما أرده لكن سيوحى موقته تام عدا عن الحياة ما دام أنت عنو إنرجيا أنت عنو أغلية أنت عنو رسورسي للجلي إني هدي إلى هي لازم سيفض مرتي ورغاق دونته وحن كلو ربع إنه ما هاد عبي ما ملك الدقمة ده أو فضي أرنت عرنتي وحويان ما ملك الدقمة ده هدوس الشغلان قبل هين حفلة ده آت كي آت أقول حلو بدل ما دعدين أسجنا وأم هاد علينيا waxaan kala rabaa inaan u mahadceliyo culimada diinka runtii waxaan caawo maqraati ka hay howlkan waxa u badan oo fadhiya waa culimada diinka waa sababta sacabku u yaryahay culimada xogaa sacabka ma jecla marka laga raali noqdo runtii dadka cilmiga iyo aqoonta la fadhiya waa culimada hadii waxa jiri jirtay culimada ee inta xaalqaadku ku bartaan markay jaamacadaha adduunka ay tagaan ay ka mid yihiin jaamacadda Azhar oo kale يعني امتحانك مركي اللي قليه أيوة يرادان بقى مرت جامعات ويرادان أنا جا وح أبا أنا وإحنا برتان مركي دت كاتها رنتي حل كان فريه لكن دبعت هذا فلسفة ده ودن كتير تواحي تاي أقول يهان كوح على وجهك أنا نيك مرت يا محوها إيشك سومري مرت إيشك لكن دت كحلقات كي النظام كعلوم دي وعلي علوم الدين كي أقول يعني تمرك أنا وح القباء إن الله كلا سهرن أقول يهان كوا علوم الدين ك مرك waxaan qabaa amartay inaan anagu fikrada san toosino culimadu hadda tacbiyeen waxaan kala rabaa inaan u maadciyo odayaasha dhaqanka hooyooyinka baad waxbarashada dhalinyarada intaba halkan ka soo qayb gashay aad aad runtii ugu maadcelinaya waxaan rabaa inaan ikaga cudur daaro wixii farsamo xumo ah أما مرتي أي أد أركتان إن الرجال نو نقطان وأيو وحى ونو ووحد در إلى إيه أوقف والبو هل كان شو عاو أشر كيل دونه مركا وحن إسلاية هاي قف والبو يكسو قرتي أما كعاجسي فهمتي حسنات كيس هيل دونه ما أنت يوم الآخر أيه هيل دونه مركا سياس دردت وحن تاس أي الرجال كنا قدون تنادي إلى هيرادو وأنا هو إن وحن لقى حلابي كران لكن سبحان الحمد لله يا أو جامعات نصيب إيرتي عاو إن روب كي يدب أو مرتي جامعات فروتان كي يروب كي بيسلي مثلا وحاس لا وحلا خيريسا فهمتي مركا أنت أسمع عن أنتي كفتن كوجسو قدبه
waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto anoo waqtiga waxba waqti badan ka luminaynin sababaha keena in jaamacaddan la aasaaso. Runtii intaan aniga waxbarashada ka soo shaqaynayay, horta sababta ama aasaasaha jaamacaddan waxa weeyaan Sheikh Cabdisaxaar Ashcari oo runtii la dhihi karo Ilaahay weynaa ka sokow, yacni nabaddan iyo barwaaqadan caawa aan ku fadhino iyo nabadgelyadan inuu sabab u ahaa asaga iyo rag badan oo la shaqeeyay abuculumo ah. Sidaas daraaddeed ayagana waxa weeyaan in yacni maaragtay in deegaankii waxbarasho la helo oo sababteed lahay. Markaanu ka shaqaynayna jaamacadda in la hirgeliyo, waxyaalaha nagu kalifa waxay ahaayeen, waxaan ogaaday malaayiin doolar in reer Galmudug ay diraan waxbarasho ay u diraan ama xamar u diraan ama gobollo kale u diraan ama dowladda u diraan. Marka resourcigaas inaan deegaankiina kusoo celino, waayo deegaan nabadaan haysanaa in yacni ardadeenu deegaankeedu wax ku bataan, dhaqaalahaas aan gelino deegaankeena waa qodob. Qodobka kale oo keena inaan jaamacadda laga aasaaso deegaankan waxay ahayd in yacni maaragtay aanu dhallinyarada celino, sababta wax weyaan dhallinyaradu markay deegaanka ka mirmaan oo dhallinyaradu deegaanka ka tagaan, maskaxdii ayaa guurayso, energy ayaa guurayo. Markay dhallinyaradu tagto, waxaa soo hari kara waxa weeyaan waa yacni waa duqowshihii iyo dadkii la rabay in resourcigooda ee dadkii maaratay laga faa'iisan resourcigooda meesha ka maqnaanayaan. Marka sabab weyn oo nagu laftay ahayd. Marka hadafkeenuna waxa weeyaan runtii aan higsanayno in dhallinyaradaas aanu celino, horta marka koowaad inaanu ku qanacino in maaratay ay deegaankooda wax ku bartaan, inaanu u keenno agabkii wax ku bari lahaayeen, inaanu u keenno dadkii wax bari lahaay, adiguna aad marqaati ka noqotiin, garabna aan ugu siisaan haddii Ilaahay yaraado. Intaas markaan uga soo gudbo, runtii hadafkeena ugu dambeeya rabna waxa weeyaan in kuwa reer Galmudug oo celina iskaba dhaafee, kuwa caawa soo dadka Soomaalida caawa leefka naga daawanayo, inay dhahaan ilmaheenna deegaan nabad ah oo Galmudug ah ayay wax ku baran doonaan haddii Ilaahay yaraado, ayagana noo soo diri doona ilmaha haddii Ilaahay yaraado. Waa hadafka aan mustaqbalka hisanayno haddii Ilaahay yaraado. Dhammaantiin aad iyo aad u mahadsantihiin. Runtii waxa weeyaan qof walba oo caawa xafladdan ka soo qayb galay taariikhda ayaa xusi doonta, waana wax yacni runtii aad iyo aad u weyn. Waxa weeyaan in yacni jaamacadda aan xayaad ee nasiib u yeelato baaxadii waxbarashada Soomaali ugu saameynta badneed, madaxweynihii dowlad goboleedka Galmudug, siyaasiyiintii oo dhan ay halkan caawa isugu yimaadaan, waxay muujinaysaa jaamacaddan ahmiyadda ay deegaanka u leedahay. Marka waxaan leenahay aan xayaad aad iyo aad u nasiib badan tahay, qof walba oo ka soo qayb galana uu nasiib badan yahay. Wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.